مرحبا واهلا وسهلا فيكم. سلام للجميع. اليوم عندنا ثلاث باكجات. ونعملهم انبوكسينج كلهم من امازون ولا كبيرة. خلينا نبدا بهذا. Non-contact infrared medical thermometer. Wow, هذا تشوف إذا عندك fever. حرارة. وممكن إذا عندك كورونا. هذا طبعا بتشوفوه في المطارات بكل سهولة. Fast. وخلص. One second. هنجربه ونحكي لكم شو رأينا فيه. اوكي بس هذا مهم جدا هلا في البيت عشان اللي بيجي عندك زياره تك تك اوكي ادخل تك تك روح روح صح طيب جرب الثاني شو فكركم هذا هذا شغله مهمه عشان الشغل هذا أوه كمان إحنا عملت فيديو عن ال solar motion sensors شريناهم مرة تانية لأنه عجبونا نحطهم بالباكرة إذا ما حضرتوا أحضرها هلا عرفتوا هذه solar خلينا بس أورجيكم يا سريع يا قبل ما آدم يفتح البوكس الثاني هاي لما بتكون طالع زي هيك زي ما انتم شايفين بتحطها برا فيها سولار بالضوء واذا في موشن اذا في حدا بتحرك او اشي بتضوي لحالها فهاي صراحة في الباك يارد في الفرونت يارد رائعة اول اشي نو فيش الكتروسيتي ما في داعي لكهرباء نهائيا كيف كان احطينه انا المهم ورائعة يعني صراحة لازم واحد يسويها طيب اللي بعد I think أنا عارف شو هي بوكس هذا كون فاست هاي ساعة I think ساعة أي ساعة تراكينج أي ولا لا كومفاست شو كومفاست أنا طلبت واي فاي إكستند أوه هاي هي أوكي هاي واي فاي إكستنشن يعني بتقوي لك الواي فاي بتحطها بالكهرباء بس وبتقوي لك الواي فاي أنا تحت لأنه عم بشتغل كتير في هاي ف بدنا نجربها هاي وهاي 1200 جيجا هرتز يعني سرعة عالية فان شاء الله 1200 شايف ميجا هرتز يس وهاي الشركة كوم فاست حنعمل ريفيو ونحكي لكم عنها شو لازم نسوي؟ عملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوفوا الفيديو الثاني وعشان تشوف كل الانبوكسينجز والريفيو عشان هدول ونشوفه بحلقات تانية سلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد